معانا وفقرتنا الأسبوعية فقرة الجمال والجلد، واللي بنلتقي فيها مع الأستاذ الدكتور منير ويليام استشاري جراحة التجميل والأمراض الجلدية. أهلا بك معانا يا دكتور وصباح الخير. صباح الخير. دكتور منير، يمكن عايزين نتكلم النهاردة عن موضوع أيضا بيهم المرأة كثيرا ويمكن كمان بيهم الرجل ولكن المرأة أكتر، وهو جمال الأظافر. طبعا الإيدين مهمة جدا في حياة المرأة لأن هي يعني بتظهر كتير وبتستعملها كتير، مش معقول يبقى فيها أي عيب وتفضل مخبيها مثلا في جوان بطرة. فإيه الأسباب اللي ممكن تشوه الأظافر لأنها من العلامات المهمة جدا بالنسبة للإيدين؟ هو الحقيقة لو اتكلمنا عن تركيب الظفر فبنلاقيه بيتركب من 4 أجزاء، في المثنية الجانبية وفي المثنية الخلفية وفي أم الظفر اللي هو بينمو منه الظفر وفي المهد بتاع الظفر اللي هو بينام عليه الظفر. وبالتالي هي ال4 أشياء دي هي المسؤولة عن تكوين الظفر. ممكن يحصل تغيرات في كل جزء من هذه الأجزاء، بداية من التغيرات اللي ممكن تحصل في لون الظفر. الظفر ممكن يكون لونه بني، أصيب الظفر ده بإصابة من حادث يبقى في نزيف تحت الجلد ويبتدي يتكون لون بني، ودي بنشوفها. لو الظفر كان في ورم معين موجود تحت الظفر وبالذات سواء حميد أو خميس ممكن يدي اللون البني بالنسبة. ممكن الظفر يصاب باللون الأصفر من بعض الفطريات أو بعض أنواع البكتيريا. ممكن الظفر يصيب باللون الأخضر أيضا من بعض أنواع معينة أخرى من الفطريات وبعض أنواع معينة أخرى من البكتيريا. ممكن الظفر ياخد اللون الأبيض من أمراض الكلى، من أمراض القلب، من أمراض كثيرة من مرض الصدفية وهكذا. يبقى في تغير هنا بيحصل في اللون، في تقصف بيحصل في الظفر سواء كان تقصف طولي في اتجاهات طولية، وده أكثره بنلاقيه في مرض الصدفية وفي مرض تاني اسمه مرض الحزاز. وممكن يكون تقصف على هيئة طبقات سواء كانت طبقات سطحية، يقولك الظفر بتاعه بينفصل من فوق لتحت أو بينقسم حتتين، الحتة الفوق غير الحتة السفلى، وده بيكون في كثير أخرى من الأمراض وبيكون متابع لبعض الإصابات وبعض الحوادث اللي ممكن تحصل. يبقى بالتالي هناك تغيرات، واقدر ابص على الظفر ومن الحاله الصحيه بتاعه الظفر اقدر اقول هذا الشخص عنده مرض ايه. يعني ما في المثال وبنلاقيها كثير جدا في السيدات، ان السيدات اللي عندهم انيميا يبتدي الظفر يتكون الظفر الملعقي اللي هو السبون نيل اللي هو بيشبه المعلقه، بدل ما الظفر بيميل الى اعلى من الخارج يبتدي يكون مقعر للداخل ويبقى شكل الملعقه، وده بنسميه السبون نيل. يبقى شكل الظفر يقدر يديني الصورة الصحية للشخص اللي قدامه. كيفية الحفاظ على الأظافر يا دكتور، وخاصة انه المرأة يمكن بتعطي اهتمام كبير ووقت كبير من وقتها للعناية بإيديها وخاصة الأظافر، حضرتك تنصح ان احنا نهتم بيهم ازاي؟ ايه الطرق اللي ممكن نتبعها للوقاية من بعض هذه الفطريات اللي حضرتك اتكلمت عنها؟ هو بداية ان احنا ما نتعاملش مع الأظافر بعنف. الحاجة التانية ان انا ما احاولش ان اطول الاظافر بتاعتي. الحاجة التالتة ان انا ما احاولش بالنسبة للاظافر بتاعتي ان انا اكون عنيف في التعامل معها. الاظافر بتاعتي ما تعملش معها النصيحة الرابعة وهي مبللة، علشان استخدم قص الاظافر او علشان استخدم تهذيب للاظافر، الاظافر تكون جافة ولا بد انها تكون نظيفة، وإلا ان انا ممكن استخدم الات سواء كانت ملوثة او كانت البشرة نفسها ملوثة ممكن تدخل لي انواع معينة من البكتيريا او من الفطريات اللي موجودة تحت الظفر. ده مش كده وبس، ده احنا دلوقتي في القرن 20 مشكلتنا في الامراض الجلدية هي الامراض المزمنة للظفر، لدرجة ان كان في مؤتمر عقد في القاهرة منذ سنتين، كان المؤتمر كله على مدى 4 ايام الابحاث كلها بتدور حول الامراض الفطرية التي تصيب الظفر وكيفية معالجتها، وحتى الآن لا زال الظفر والمشاكل المزمنة فيه من المشاكل الصعبة اللي بتقابلنا في مجال الأمراض الجلدية. في سيدات كتير جدا ونسبة عالية منهم بيحاولوا ان هم يركبوا أظافر صناعية لأن أظافرهم ما بتستجيبش للطول بصورة طبيعية، حضرتك رأيك ايه في هذا الموضوع؟ هو ما فيش شك ان مجال التجميل والمرأة دايما تميل الى الجمال، وإن الله جميل ويحب الجمال، كل دي حاجات مستحبة، ولكن مش كل سيدة أو مش كل آنسة هنقدر نركب ظفر الجسم هيقبله. في حالات لازال الجسم بيعتبر أن هذا الظفر جسم غريب، وبالذات أن المواد اللي بتركب بتكون مواد بروتينية كيراتينية، ودي مواد ممكن الجسم يتفاعل معها ويعتبرها أجسام غريبة وممكن يطردها. لكن إحنا مع التجميل ومع الجمال ومع كل الحاجات اللي تساعد على جمال المرأة، لكن في أجسام إلى حد معين بتقوم برفض هذه الأظافر.
يعني لما المرأة تلجأ إلى هذا الأسلوب، حضرتك تفضل أنها تلجأ لخبير التجميل مثلا أو للمكان اللي هي بتتعامل معاه بصورة دايمة، متخصص طبيب مثلا، وهي ليه ترجع لهذا الأسلوب؟ من البداية تحافظ على صحتها، تحافظ على تغذيتها اللي بتؤثر تأثير مباشر على جمال الأظافر، تحافظ على هرمونات جسمها اللي ليها تأثير مباشر على نمو هذه الأظافر، تتعامل مع الظفر بكل بعيد عن العنف، بحيث ان هي تحافظ على صحة هذا الظفر، وبالتالي عمرها ما هتلجأ ان هي في يوم من الايام تفكر ان هي تركب ظفر صناعي. يعني هي كل هي الحكاية بداية بتكون مسألة وقاية، ونقدر نقول ان احنا بالجمال وبالوقاية نقدر نحافظ. اكيد طبعا النصيحة الذهبية اللي حضرتك هتقولها لنا برضو، ان احنا ما نستخدمش ادوات تكون بتستخدم لسيدات اخريات، يعني كل سيدة تحتفظ بالادوات الخاصة بيها. هو الحقيقة كمان طالما هندي نصايح هنقول ان في مجموعة من التركيبات بنقدر نقولها للسيدات علشان العناية بنظافة الاظافر. بداية ان احنا بنقول ان دهان الظفر بزيت اللوز او زيت الخروع مساء يوميا يفيد في تغذية الظفر، دي حاجة. الحاجة التانية ان في تركيبة بنعملها بتكون من زيت اللوز 50 ملليلتر، وبنحط عليها زيت تاني وزيت بذور المشمش 10 ملليلتر، وبنضيف عليها حوالي 15 نقطة من زيت الورد. دي تركيبة حيوية تحافظ على جمال الظفر. في تركيبة تانية بستخدمها للوقاية من التينية اللي ممكن تصيب الأظافر أو بعض الإصابات اللي بتصيب الأظافر عن طريق زيت اللوز 50 ملليلتر، ويضاف إليها 15 نقطة من زيت البرجمونت، ويضاف إليها 15 نقطة أخرى من زيت خشب الشاي. والحقيقة خشب الشاي العادي ده مادة أساسا مفيدة جدا بالنسبة للتينية بالنسبة للأظافر. هذه التركيبة إذا أضيفت يوميا في شخص مصاب بتينية الأظافر هنقدر نقول إنه ممكن أظافره تساعدنا في الوقاية وتساعدنا بالنسبة للعلاج. احنا في نهايه لقائنا مشكوره جدا يا دكتور، وهنستكمل اكيد الحديث في فقره قادمه ان شاء الله، وبنشكركم اعزائي المشاهدين، ونلتقي بكم في مثل هذا الموعد من الاسبوع القادم وفقره الجمال والجلد. شكرا والى اللقاء.